فنانين كتير شغلهم توقف الفترة اللي فاتت بسبب الأحداث وأجلوا حفلاتهم، ولو حضروا حاجة ما بينزلوش أي صور أو ستوريز لغاية ما الموضوع طول وبقى مضر ليهم. ومنهم حسن شاكوش اللي طلع في لايف على إنستجرام يقول فيه أنا خلاص ما بقتش قادر. مغني المهرجانات حسن شاكوش طلع في لايف عشان يقول إنه حاول يدعم القضية على قد ما يقدر، لكنه ملتزم بشغله وبمواعيد تصوير لازم يرجع يوفي بيهم تاني. حسن شاكوش قال إنه موقف شغله بقاله شهرين، والواحد لو في إيده كان هيعمل أي حاجة مش هيتأخر، بس الشغلانة بتاعتنا دي اللي ينام شهر ما يبقاش موجود، فالموضوع صعب جداً. حسن شاكوش اللي شكله اتبهدل جامد في الفترة اللي فاتت قال إنه وراء التزامات فرقته وأهل بيته، وفي حوالي 50 أو 60 بيت مش هيلاقوا ياكلوا ومتعلقين في رقبته لو مرجعش يشتغل، عشان كده كان مستني الجمهور يقوله ولا يهمك وارجع اشتغل تاني واعمل حفلات ونزل صور ما يهمكش. بس كل ده كان مجرد مقدمات عشان لما ينزل الأغنية الجديدة اليومين الجايين تنجح. بعد ما اختفى عن الساحة مؤخراً وما بقاش كل حاجة بيعملها بتتشاف.